اتفضل ارتاحي مدام. شو حبيبي كله تمام؟ ادي ادي شو حكيم؟ كله تمام؟ فينا اليوم نعمل العملية بإذن الله؟ لا ما فينا نعمل العملية. ليش حكي ما فينا نعمل العملية؟ بتعرف يعني بكره بيكبر الولد بنكون بمصيبة بنصير بمصيبتين. الجنين عمره أكثر من شهرين، وإذا عملنا عملية الإجهاض هلا كثير صعبة وخطيرة عليكي مدام. خطيرة؟ إيه صعبة، بعرف نحن عارفين إنه العملية صعبة، بس نحن مقررين نروح الولد. إذا متفقين ومصرين بتنعمل بمستشفى مش بالعيادة. شو المستشفى؟ لشو المستشفى حكيم؟ المدام بدها بنج عمومي لأن العملية كتير خطيرة. ضروري البنج دكتور؟ ضروري البنج العمومي، وبدي منك أنت والمدام تكتبولي تعهد أن نكون المسؤولين عن أسباب ونتائج العملية. لشو التعهد حكيم؟ ما منعرف تحت العملية شو ممكن يصيب المدام، لا سمح الله يصير عندها شيء أو يطلع عندها شيء مرض نحن ما منعرفه. شو حبيبتي؟ عم بيقول إنه العملية خطيرة. لازم نعمل العملية طارق. ماشي خلص حكيم ولا يهمك، أنا رح أعمل لك التعهد وبقول بهذا التعهد إنه مسؤول عن كل النتائج. طبعاً بس بدي منكم قبل عقد الزواج. عقد الزواج؟ إيه، وبرجع بذكركم العملية كتير خطيرة، ونصيحة شو بتكون فيها؟ بكرة لما يجي الولد رح بتحبوه كتير وتنبسطوا فيه. إيه معك حق، معك حق حكيم، رح نحبه كتير. أنا ما كيف ما كنت مفكر بالموضوع. صح، كرمال هيك أنا قررت إنه نلغي هيدي العملية، ما بقى بدنا نعملها، خلص رح نحبه للولد. مرسي حكيم عزبناك. ماشي معي مرتين. مع السلامة. كلك زوق، أخذنا من وقت. مع السلامة. عم بيقولوا ان العمليه خطره كثير. حبيبتي لا خطره ولا شيء، هو ما بيعرف يعمل هيك قصص. مش شايفتيه كيف ملبك ومعجوق بحاله؟ معجوق بحاله طارق؟ انا كثير خايفه. طول ما انا حدك ممنوع تخافي. بعدين نسيلي هذا الحكيم، انا في واحد براسي بس ما بعرف ليه ما فكرت فيه. حكيم امي بجنن، حكيم بياخذ العقل، رح اخذك لعنده. مثل ما بدك، ان شاء الله ما يطلع مثل هيدا. كيف يطلع مثل هيدا؟ عم بقلك حكيم امي وامي موسوس بهالقصص. شو بكي؟ ما تعتلي هم. طب اذا هو هالقد منيح ليه ما اخذني لعنده من الاول؟ ما بعرف يا حياتي، ما بعرف، على العجقه راح عن راسي. يلا يلا خلينا نروح. مشي يلا. طيب حياتي، انت انطريني هون بالسيارة، انا رح اطلع اشوف الحكيم اتفق معه وشوف قد بياخد. اوكي حبيبي، بس بليز ما تتأخر، انا كتير موترة. لا يا قلبي ما بديك تتوتري، يلا انطريني راجع. اوكي 6 مساء. اوكي باي. صباح الخير. صباح النور. ممكن احكي مع دكتور هيثم؟ عندك موعد؟ لا والله ما في عندي موعد، بس انا بدي استشاره كثير صغيره هيك ومضطر لها. اوكي تكرم عينك، تفضل. بفوت هلا؟ اي تفضل. اوكي شكرا دكتور. بونجور. بونجور، تفضل. كيف الصحه؟ الحمد لله كثر خير الله، تفضل. تفضل، شو مشكلتك؟ والله مشكلتي يا حكيم مثل مشكلة كل هالعالم يعني. اف، شو هالمشكلة؟ رفيقتي حبلي والولد بأول شهرين ثلاثة، يمكن أول شهرين حسب ما بعرف. بدي أشوف إذا هالعملية بتصير ولا ما بتصير. بتصير، ما في مشكلة أبداً، حتى لو كان عمره سنة. تفضل قوم جيب المدام، خلينا نعمل عملية بسرعة. هلأ بدنا نعمل العملية؟ ما تكون مستعجلين؟ بلا مستعجلين، بس إنه قصدي هون بالعيادة ولا بالمستشفى؟ إيه بالعيادة هون، أنا ما بعملها إلا للغلين اللي مثلك.
طيب حكيم يلا خلينا يطلع دقيقة من السيارة تحت يلا يلا تفضل. يلا حياتي انزلي. مش الحال؟ يلا انزلي مش الحال مع الدكتور بجنن بجنن. عن جد؟